كان لابد لي في هذه الليلة من أن أذكر بأن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وكلمة الحق هذه كان على رأسها مولانا الشيخ الصادق الغرياني مفتي البلاد حفظه الله ورعاه. وأردت في هذه الليلة المباركة، وبما أنها ليلة وتر، أن أذكر كل الأمة الإسلامية بكلمات قالها مولانا الشيخ الصادق في 2009، مش اليوم أيام لوسعة، في 2009 أيام معمر يحكم، وأيام حسني مبارك قاعد، وزين العابدين قاعد، وكل طواغيط الأرض في مكانهم، ما فيش لا ربيع عربي لا خريف واحد. نصرة لقدس الأقداس قالها، وإسرائيل تقصف أهل غزة فيما سمي بعناقيد الغضب. أسأل الله أن ينزل غضبه في هذه الليلة وكل الليالي على العدو الصهيوني ومن وقف معه ومن أيده ومن سكت على ظلمه. ليش نذكر فيكم بكلام الشيخ الصادق؟ لأن عندنا شباب صغار اليوم أعمارهم في العشرينات يظنوا أن الحكاية البارح ولا اليوم بس، ما يحسبوش إن المعركة طويلة وطويلة جدا، وخاضوها العلماء الأجلاء ومن سار في ركبهم ومن أيدهم ومن أحبهم ومن وقف معهم، حتى وعندما كانت السيوف مسلطة على الرقاب. قضية القدس تحتاج إلى كل جهد، وتحتاج إلى كل صاحب كلمة، وإلى كل درهم، وإلى كل دينار، وإلى كل دعوة. فاللهم يا رب في هذه الليلة الوترية من العشر الأواخر أن تعجل بتحرير الأقصى، وأن تثبت المرابطين وتنصرهم فيه، وأن تحفظ وتوفق كل من وقف معهم وكل من أيدهم وكل من سندهم يا رب العالمين. الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله وأعطاه الله من أعمارنا وأمده بالصحة والعافية، كان جندي من جنود الأقصى، لا يفوت فرصة إلا وانتهزها لنصرة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدس الأقداس. علشان اللي اليوم يتكلموا ولا يغمزوا ولا يلمزوا يعرفوا قدر الرجال. وهذاك اليوم الله أعلم هم وين كانوا يهتفوا ولا وين كانوا داكين رؤوسهم، ما يقدروش يقولوا ربع الكلام اللي يقول فيه الشيخ الصادق حتى في مرابيحهم، مع أن الكلام عن الأقصى، ولكن هتسمعوا كيف يتكلم على طواغيت الأرض وعلى حكام المسلمين دون وجل ودون خوف. سبحان الله، ربي يحفظ الشيخ الصادق ويطول في عمره ويأخذ من أعمارنا ويعطيه، صلى الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ترى يا شباب أعطوني الفيديو نتاع 2009، الفيديو الثاني. هناك واجب على الحكام وهناك واجب على الشعوب. نعم. الواجب على الحكام اليوم في مقدورهم أن يفعلوا الكثير. أولا، هم لماذا يشترون السلاح من الدول العدو بالمليارات؟ لماذا يشترونها؟ إذا لم تشترى لمثل هذا اليوم فلماذا تشترى؟ هل تشترى لمجرد أن تدعم مصانع العدو بالمليارات؟ هل تشترى لحرب الدول المجاورة وإخوان المسلمين عندما ينشب بينهم نزاع؟ هل تشترى لقمع الشعوب؟ لماذا تشترى هذه الأسلحة بالمليارات تدفع فيها الأموال هكذا هدرا؟ أنا أريد أن أسألهم، أسأل الحكام المسلمين اليوم بماذا يجيبون عندما يقدمون على ربهم وهم يرون أشلاء الفلسطينيين تمزق وهم سكوت لا يحركون ساكن ولا يعملون أي عمل؟ بماذا يجيبون؟ هل ينفعهم أن يعتذروا عند ربهم، ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة؟ هناك دولة كبيرة مهيمنة كما قلت، أمريكا وحلفائها مهيمنة على العالم، ونحن لا حول لنا ولا طول. هل ينفعهم أن يعتذروا بذلك؟
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، كيف ينفعهم هذا وقد جاءهم البلاغ من الله عز وجل؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بل إني أقول لمعشر الحكام في العالم الإسلامي كله، في العالم الإسلامي كله، الموقف أشد من ذلك وأفظع. فإن الله عز وجل يصور لنا في آية أخرى محاجة الضعفاء والمستضعفين للسادة والكبراء في النار، فما بال أصحاب الصولجان وأصحاب العروش وهم يطلون من عروشهم ومن قصورهم على هذه المأساة، لا يتكلمون ولا يتحركون ولا يقولون مثل ما قال هذا الرجل الواحد. فهذه مسألة فيها حساب عظيم وحساب عسير، يجب على المسلمين أن يفيقوا. ومسؤولية الحكام أكبر من مسؤولية الشعوب، لأنهم يملكون القرار ويمنعون الشعوب من المساهمة الحقيقية. هذا الكلام كان يقول سماحة المفتي حفظه الله والقذافي في باب العزيزية بلا خوف ولا وجل، كان يقول وفي التلفزيون، مش في جامع صغير، لا في التلفزيون، وهو عارف أن المخابرات تسمع ولا من الداخل يسمع، ولكن هذا هو حال العلماء، وهذا هو حال العلماء الربانيين. صلى الله أن يبارك فيه وأن يحفظه. لعلنا إذا كان تمام، خلينا نشوف فيديو آخر للشيخ الصادق فقط، لأن هذه الليلة نتقرب إلى الله عز وجل ونعتبرها من قيام الليل، وأنتم أيضا إخوتي أخواتي المشاهدين أرجو أن تخلصوا النية وتعتبروها كذلك لنصرة العلماء والانتصار لهم. الفيديو حنشوفوه في 2013 اللي شوهه في الشيخ الصادق، واللي يقول لك إن يفتي بكذا، شوفوه بالله شنو يقول على عمليات الاغتيال في بنغازي وكيف كلامه فيها في 2013، مش اليوم، قبل 9 سنوات. ترى يا شباب حطوا لي الفيديو الثاني. هذا ندائي مرة أخرى إليكم يا أهل بنغازي، أنتم كنتم أول من أطلق شرارة الثورة، فلا نحب لكم أن تكونوا سببا في انطفاء جذوتها. فوتوا على أعدائكم الفرصة، إنهم والله أعداء الثورة وأعداء الإسلام الذين ينفخون في هذه الفتن ويؤلبون المحن ويؤلبون الثارات ويطلقون الإشاعات، ومصدر هذه الإشاعات كلها آت من خارج البلاد، ولهم أعوان في داخل البلاد، لهم أعوان منبتون. ففوتوا عليهم الفرصة